وتقول عنها غبار الزمان في عباقرة في دولة الإسلام. عباقرة في دولة الإسلام مع هالة وبسام، مسابقة أسبوعية ثقافية على الهواء مع الحكاء بسام الشماع. في دولة الإسلام، كونوا معنا الخميس من كل أسبوع من الثالثة والنصف وحتى الرابعة والنصف على الهواء مباشرة. والجوائز عبارة عن كتابين لكل فائز مقدمة من شماع، وأيضا فقرة مفتوحة على الهواء مباشرة من إعداد وتقديم كل فائز بعد عيد الفطر المبارك. عباقرة في دولة الإسلام، الإعداد والتقديم هالة حاتم. أهلا بكل المستمعين والمستمعات، وأهلا بالجوائز والمسابقات. وفي بداية هذه الفترة نرحب بالأستاذ الفاضل الحكاء حكاء مصر الأستاذ بسام شماع. أستاذ بسام أهلا بحضرتك. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة هلا مع الأستاذ المستمعين في عباقرة في دولة الإسلام على وبسام. وأنا الحقيقة سعيد جدا بإن إحنا بنحاول نوصل معلومة كده بطريقة لذيذة وطريقة الحكاية كما تقدمت لحضرتك، وان احنا يعني ندعو للمجتمع بتاعنا بالعمل والتفاؤل. وانا عارف ان انت مهمومه بحكايه العمل وان ازاي الناس لازم كلها تشتغل، وان الحقيقه هو رمضان، الحقيقه رمضان شهر جميل يعني، لكن في كتير، مش هنقول معظم الناس، هنقول بعض الناس يعني، بعض بس بعض وشويه كمان يعني، الحقيقه ما فيش شغل يعني. حاسه ان يعني انتاج الناس في شهر رمضان، انا مليش دعوه بعد رمضان او قبل رمضان كان شكله ازاي، لكن في رمضان بشكل كبير جدا يعني. فين احنا قلنا اتكلمنا على ثلاثه عين، وحضرتك اضفت اربعه عين كمان. عندنا عقيده وعلم وعمل يعني. احنا العقيده المفروض اساسها شهر رمضان يعني، بتقوى العلاقات ما بين الانسان وربه وبين الانسان واخوه واقربه، دي عقيده المفروض. وعندنا بقى العلم والعمل، العلم والعمل الاثنين مرتبطين ببعض بالعمل. واحنا عندنا وعمله يعني في الاسلام وعمله. نعم. فاذا يعني بصي، هي عايزه اراده، الاراده من الناس. عايزه اراده ولا رقابه؟ لو ما فيش اراده، ما لو انت مش الرقابه هتقدري تراقبي العامل كام ساعه، لكن لو في رقابه ذاتيه على النفس، ويبقى انت نفسك من النوع اللوامه، من النوع اللي بتلومك لو انت ما بتشتغليش، بتلومك لو انت بتيجي اخر الشهر تقبضي وانت عارفه ان القبض ده ممكن يبقى اكتر من اللي انت عملتيه. لما يبقى عندك نفس مداخليه بتقول لك اصحي الصبح، او لو كان في شغل معين لازم تؤديه على اكمل وجه، لو انت عندك نفس لوامه جواكي بتقول لك ما تاجليش الشغل بتاع النهارده لبكره، كل هذه الاشياء هي الرقابه الذاتيه يا هلا على نفسنا. طب استاذ بسام، يعني بمناسبه النفس اللوامه، وعشان يعني نكون ملتزمين بالمواعيد وما يحصلش اي تقصير، هنستاذن حضرتك نواصل الفقره عباقره في دوله الاسلام والمسابقه الاسبوعيه مع هاله وبسام بعد رفع اذان العصر. ساعتنا الان في صوت الحق الشريف عبد الحميد البنسوسي. مستمعينا الكرام، نوجه عنايه حضراتكم الى ان اذان المغرب يحين بمشيئه الله تعالى في تمام السابعه. الاضاءه التعليميه من القاهره. وما زلنا معكم مستمعينا الكرام والمسابقه الاسبوعيه عباقره في دوله الاسلام مع هاله وبسام. كونوا معنا مستمعينا الكرام، وحوار يدور بيني وبين الاستاذ بسام من الان وحتى الرابعه. والسؤال في خلال هذه الفتره، سؤال جوائز عباره عن كتابين مقدمين من الاستاذ بسام الشماع، من مؤلفات الاستاذ بسام الشماع. وايضا الفائز في كل حلقه سيكون ضيف لفتره مفتوحه على الهواء مباشره في الاذاعه التعليميه بعد عيد الفطر المبارك.
ركز صديقي المستمع مع السؤال وفي الحوار السؤال في البسام. أهلا بحضرتك مرة أخرى. أهلا بكم يا هلا، ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويمكن اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الدبلوماسي المستكشف الأدميرال، الراجل الصيني الجميل اللي بيشتغل، البحار العبقري أساطير اللي عمل سفينة بطول 449 قدم، في حين إن كولومبوس كان سفينته 75 قدم. يعني الراجل ده كان بيشتغل الصبح وبالليل والظهر والعصر، وهو نايم بيحلم بشغله، بيحلم بالسفن اللي هيعملها. يعني انا نفسي ابقى كده. علشان كده بعد كام سنه احنا عاملين عليه حلقه وبنتكلم عليه وبناخد المناقب بتاعته، وازاي زي ده ما كانش معروف لغايه لما قرات عنه في 1001 اختراع اسلامي. عايز اقول لك هو ده المسلم في البستان. ما هو الشغل ان ليه دوله الاسلام ترتقي؟ ليه دوله الاسلام ارتقت؟ رغم انك بتتكلمي على ناس بتتكلم لغات مختلفه، او واحد صيني، وقبل كده كنا اتكلمنا على البيرومي ده من كام هناك خالص في فارس، واخد بالك؟ وبنتكلم على الهند والصيني، وبنتكلم على المغرب والاندلس شبه جزيره ايبيريا، بنتكلم على الدوله العثمانيه ومصر والفرس، يعني كل دول دي لغات كلها مفهومه عادي. عايز اقول لك ازاي بقى الناحيه الثانيه شافتنا، يعني ممكن نكون احنا بنتكلم عن نفسنا كتير، لكن لما تيجي تسمعي من الناس الثانيه بقى، لما يجوا يتكلموا عليكي، بل لما يبقى في حد يكون ممكن عدوك. يعني مثلا عندنا ويليام الصوري. ويليام الصوري ده اطلق عليه في وقته، ده مؤرخ لحروب الصليب، ده اطلق عليه في وقته ابو التاريخ في عصره. ويليام الصوري ده اخوه اتقتل في احد المعارك ضد المسلمين. فده المفروض لما يجي يكتب بقى عن صلاح الدين الايوبي يقول ايه؟ يقول بقى شعر، يعني هجاء 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 بقى. فتفاجئ ان هو كاتب عن صلاح الدين انه رجل ذو روح متقدة، شجاع في الحرب، كريم الى حد السخاء. ده ويليام الصوري. الامبراطور الالماني ويلهلم الثاني لما جاء زار في 1898، لما جاء زار مقبره او تربه، زي ما كده تربه حضره صلاح الدين الايوبي، قال عنه ايه وهو في الوجه الثاني ده الامبراطور الالماني؟ يقول لك اللي في بيتي سروري اني موجود في بلد عاش فيها من كان اعظم رجال عصره، وفريد ظهره شجاعه وبساله وقدوه للشهاده، واللي شهرته متجدده في الافاق. لما جاء بقى يسميه صلاح الدين قال ايه؟ قال ليه على اللقب القهرمان صلاح الدين الايوبي، القهرمان. قهرمان. لما جاء دول الكتب قال ايه؟ لم يوجد في الاندلس رجل امي، ما فيش واحد في الاندلس ما كانش بيعرف يقرا ويكتب، ما فيش اميه في الاندلس. بينما كان شارل مان ونبلاءه في البلاط كانوا بيحاولوا يتعلموا يكتبوا اساميهم ازاي. كانت الاندلس بتحمل امامه العلم والثقافه في العالم. ده كلام مين؟ كلام دوزي. نقفل بقى بمسك الختام ذكر الانكا، ودي اللي احنا ذكرناها عند حضرتك قبل كده. وابتدي انا من اشد المعجبين بكتاباتها، وبدعو الناس انها تقرا كتاباتها. عندها كتاب اسمه شمس الله تشرق على الغرب، وبيتكلم فيه عن العلماء وازاي اثر الاسلام وعلمائه على الناس. وعندها كتاب تاني اسمه الله ليس كمثله شيء. متخيله ده؟ عنوان الكتاب. فهذه الباحثة والكاتبة الشهيرة كانت بتقول إن متوسط المكتبة الخاصة بتاعت واحد عربي، عدد الكتب اللي في المكتبة بتاعت واحد عربي في القرن العاشر الميلادي كانت أكثر مما تحتويه، بصوا اللي جاية دي يا مصريين، كل مكتبات الغرب مجتمعة. اللي بيقول زيجفريد دونكا قرأت أنه لم يعرف أنها أسلمة، يعني قرأت إن هي ممكن تكون ما أسلمتش. نعم. على حسب ما فهمنا. فذكر هونكا بتقول لك إن المكتبة الواحدة بتاعت واحد عربي في القرن العاشر الميلادي
كانت اكثر عدد الكتب اللي فيها وعدد العلم اللي فيها وكثافه العلم اللي فيها اكثر مما تحتويه مكتبات الغرب مجتمعه. علشان كده ما تستغربيش لما تعرفي ان العالم او في وقت من الاوقات سموا ابن سينا المعلم الثاني بعد ارسطو على طول. وما تستغربيش ان لما تيجي تتكمل انا هقول لك على مثال. احنا لما بنيجي نقول عباس ابن فرناس اول حاجه بتيجي في بالنا ايه؟ الطيران. طيران مش كده؟ طيب عباس ابن فرناس واحنا صورناه ازاي؟ الله ينور عليك. جميل جميل جمال ملوش مثال. بس كده حلو. طيب عباس ابن فرناس عمل حاجه خلينا يعني نطلع عليها فوق في جمله واحده علشان احنا النهارده بنتكلم في حاجات كتير. انا النهارده على بكره دوله الاسلام عايزين نتكلم من كل كده ايه؟ من كل حاجه من كل فصل من فصولنا كده معلومات. ليوناردو دافنشي اللي قالوا ان هو رسم رسومات في مخطوطاته بتوصل لفكره الباراشوت ووصلت لفكره الهليكوبتر طيار الهليكوبتر. ده ليوناردو دافنشي. نعم. طيب لاحظت بقى قرات دي وعجبتني قوي. لاحظت بقى ان ليوناردو دافنشي لم يحاول، حط تحت يحاول مليون خط يا هل، لم يحاول الطيران. بالظبط. شوفي بقى هنا لم يحاول الطيران في الوقت اللي عباس بن فرناس كان بيطلع على المئذنه ويلف ويقع ويقوم ويجري وليس ما كبر في السن ويكسر له ضلع وضلعين ويطلع ويحاول. وراح قايل جملته الشهيره ما حدش هيطير بالمثاليه بتاع الطيران الطاهر، الطاهر اللي طاير فوق ده خلق الله سبحانه وتعالى ما حدش هيطير زيه. وفعلا كلمه الراجل ده لغايه دلوقتي اهو اول امبارح لسه طياره حربيه وقعت حرفين والطياره بتاعت وقعت في فرنسا والكونكورد منعوها، يعني طياره الكونكورد منعوها خلاص. نعم. اللي هي كانت اسرع مش عارف ايه وتوصلك امريكا في 5 ساعات و4 ساعات والكلام ده اتمنعت لان لقوا فيها حاجات وبتتحرق وبتتعمل وبيحصل فيها حوادث. ايه ده؟ لا جاري حسن شلبي لما اخترع اول صاروخ بشري 7 اجنحه وانطلق بيه بدفع دفعه باروت بعد التحليق بعد كده حط بسلام امام قصر السلطان مراد الرابع عشان يحتفل معاه ببنته المولوده الاميره كيا سلطان. يعني الامير السلطان مراد الرابع كان جايب بيبي اسمها كيا سلطان اميره. نعم. فهو حاول ان هو يعني يحتفل معاه. تحتفل ازاي؟ لجاري حسن شلبي اخترع صاروخ بشري ارتبط بيه وطار فوق وبارود من تحت مطلع نار ودخان. اول ما طلع فوق اتفتحت 7 اجنحه وعمل لاندنج الناحيه الثانيه قدام القصر تمام في السبوت او في النقطه اللي هو عايز ينزل فيها. ما شاء الله. ادي احتفال لجاري حسن شلبي. ليوناردو دافنشي فين من الكلام ده كله؟ مفيش. تعالى بقى. وهل هو صمم هيكل؟ يعني هو لو هو رسم رسومات يعني هل هو صمم اي هيكل؟ ما هو الرسومات اللي هي الدوكيمنت اللي هي ديت واخده بالك؟ يعني اوكي لازم نعترف ان ليوناردو دافنشي راجل ماشي عبقري وكل حاجه مفيش مانع. فانا قلت انا لكن في المجال ده مين يعني مين سطر للعالم ليوناردو دافنشي وكود دافنشي وشفره دافنشي ومش عارف ايه دافنشي. ها فانت بقى اصبحتي عارفه دافنشي اكتر ما انت عارفه لجاري حسن شرف اللي طار بالصاروخ البارودي قبل ما يبقى ناسا يعني تحلم بتجاه اسمها ناسا. طيب الكلام على تعال نتكلم شوية على مصر، تعال نتكلم شوية على ابن خلدون لما دخل القاهرة فقال لك رأيت قاهرة الدنيا. رأيت قاهرة الدنيا. وبستان العالم. خد بالك مين بيتكلم؟ ابن خلدون، يعني مش واحد كان قاعد في بيته وسافر سفرية واحدة، ده ابن خلدون. اللي هو لف ولف ولف. وهو عالم ومؤسس لعلم الإيه؟ عند الاجتماع. تمام الله ينور عليك. فلما ده بقى يشهد ويقول فرأيت قاهرة الدنيا وبستان العالم وكرسي الملك وإيوان الإسلام. الله وإيوان الإسلام. وبعدين راح يقول لك تروح القصور والأواويل في جو. أنت عارفة إن في واحد كتب بيقول أن إيوان القبلة واحد من المؤرخين المسلمين كتب بيقول قيل أن إيوان القبلة في مسجد السلطان حسن. انت عارف السلطان حسن في 4 اواويل. نعم. عشان ال4 مدارس. نعم. ايوان القبله بيبقى اكثر ايوان في مسجد السلطان حسن زخرفه لانه ايوان الايه؟ القبله. في بقى المحراب وفي المنبر وفي الكت المبلغ.
فيقول لك أن إيوان القبلة بتاع السلطان حسن أكبر من إيوان كسرى. ما شاء الله. لماذا لا تصدر هذه المعلومات؟ الخوانق، المدارس، وبعدين انت خلتون عنده جملة لما تقريها كده او لما تتقال لك، يعني معرفش هنشعر بايه، يا هلا معرفش السادة المقتنعين هيشعروا بايه. ومن لم يرها، اللي ما شافش القاهرة، اللي خلدون بيقول لنا بص اللي جاية دي، بص يا مصريين بالله عليكم الجملة دي، لم يعرف عزة الإسلام. ما شاء الله. اللي ما شافش القاهرة، القاهرة ما شافش عزة الإسلام، ما شافش عزة الإسلام. كلام مش كده، يعني الكلام ده ما بيتقالش كده. الكلام ده في ناس بعد ما لفت وجابت البلدان قالت الكلام ده، ما قالتش الكلام ده كده من ايه. ولذلك احنا لازم كمان في اوقات معينه في التواريخ علشان ترتقي بدوله الاسلام، لازم كمان يبقى عندك حكمه، لازم تبقي حكيمه في التعامل مع الاخر ومع نفسك ومع غيرك ومع عيلتك. أين نحن من الحكمة يا هذا؟ أين نحن من علاج مشكلة؟ الحكمة، الحكمة يعني مرادف للعقل. يعني لو أنا حكيمة، يعني أنا عندي عقل مدبر وبعرف أفكر وبعرف أتحاور وبعرف أسمع. أعرف أسمع، يا سلام، يا سلام على الجملة دي، يا سلام على الجملة دي. دي أنا عامل كده كتابة طور المقطور بقى، يا دي نضيفها على الأقوال المقطورة بقى. يا ريت اسمي انا كويس، انا انا حاسس انا طبعا المقصود. دعونا نسمع، دعونا نسمع، اعملي فيسبوك اسمه دعونا نسمع، كل اللي عايز يقول حاجه يكتبها باحترام. دعونا نشتم. للاسف، للاسف. شوفي ازاي. وعلى فكره انا ممكن اتعلم الحكمه من اخر. المشكله التعاون بيننا وبين بعضينا. يعني مثلا احنا كنا اتكلمنا عن البيروني كشخصيه موسوعيه. نعم. بصي الراجل اللي احنا اتكلمنا عليه وكم العلم اللي الراجل ده كتبه، لم يجد اي غضب، لم يجد اي مشكله في ان هو، بالعكس ده هو حب ان هو يعمل ايه. اتفق مع زميله الفلكي ابو الوفا البوزجاني. وابو الوفا البوزجاني ده، ابو الوفا البوزجاني ده من الاسماء ابو الوفا، تقريها كده بالانجليزي، من الناس اللي مدروسة، من الناس اللي متذاكرة، الناس يجوا يذاكروا أبو الوفا، أبو الوفا البوزجاني. طبعا احنا الأكثر حاجة نعرفها على أبو الوفا هنا عندنا أبو الوفا، أبو الوفا بالظبط كده. خلاص هقول يعني غرسوا في موروثنا وغرسوا في ثقافتنا إن أنا لما أقول أبو الوفا على طول الأغنية بتاعته في الفيلم بتاع أم كلثوم أبو الوفا، أبو الوفا. للأسف الشديد ده اصبح ناهيكي بقى طبعا عن الاخطاء التاريخيه في الافلام والمسلسلات، وما تفتحينيش في مسلسلات اللي هي بيسموها مسلسلات رمضان. لا وبلاش، لان بلاش. لو اتكلمنا في المجال ده بلاش. انا لو اتكلمت هتحاكم، يعني ممكن يحاكموني في الكلام. انا منتجي المسلسلات دي ممكن يرفع عليا قضيه لو قلت لهم انا رايي ايه بالظبط. احنا قلنا اقتراح الاسبوع اللي فات تقريبا الاستاذ بسام، قلنا المفروض نقفل بقى التلفزيون. لا احنا قلنا في الفتره بتاعت يوم الاثنين مع استاذ احمد نجيب، قلنا احنا خلاص المفروض نقفل التلفزيونات خالص ونفتح الراديو وندور بقى على الراديو هل بيقدم حاجه كويسه ولا لا، لان التلفزيون خلاص ما فيهوش امل. نرجع للبيروني تاني. حد يحدد اتجاه القبله من اي مكان على الكره الارضيه. احنا بنتكلم ان البيروني ولد، بنذكر الساده المستمعين الكرام، البيروني ولد 973. يعني قريب من سنة النص، يعني سنة 73. اوكي. علشان كده 1973 عملوا له طابع في الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي السي سي سي بي. فاكره كنت بتشوفي الحروف دي على التيشيرتات بتاعتهم وهم بيلعبوا كوره وبيلعبوا طايره وبيلعبوا في الاولمبياد وكده، تلاقي ايه اللعيبه بتوع الاتحاد السوفيتي لابسين كده سي 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 بي. خلاص. عاد قال بيروني حب يحدد اتجاه القبله من اي مكان على الكره الارضيه، فرتب البيروني مع زميله الفلكي ابو الوفا البوزجاني علشان كان عايز يشاهد خسوف القمر في مدينه كاف في اوزبكستان، دي المدينه بتاعته في اوزبكستان.
والتاني اللي هو ابو الوفا جوزجاني هيقعد في بغداد، ويقارنوا التوقيت علشان يعرفوا الفرق بين خطي الطول للمدينه تاني. خدي بالك بقى، انت بتتكلمي على بغداد، بتتكلمي على اوزبكستان، المسافه اللي بينهم قد ايه؟ ازاي البيروني هينسق مع ابو الوفا البوزجاني زميله الفلكي في بغداد علشان يذاكروا مع بعض في وقت معين، يشاهدوا مع بعض خسوف القمر، علشان يقارنوا التوقيت بتاع خسوف القمر هنا وفي بغداد، في اوزبكستان وبغداد، عشان في الاخر يعرفوا الفرق بين خطي الطول للمدينتين. شاغلين بالهم بايه يا هلا؟ شاغلين علمهم بايه؟ التعاون بين العلماء ازاي؟ ولذلك الحكم، نرجع مرجوعنا التعاون والحكمه. هنا بقى قبل ما نسال السؤال بتاعنا، نعمل الفاصل ونطلع نعمل السؤال بتاعنا يا هلا، عايز احكي لكم في كتاب يا جماعه لواحد عظيم قديم اسمه الثعالبي. نعم، ده جميل الراجل ده يا جماعه. الثعالبي ده يا شباب كتب كتاب او جمع مقولات للناس اسمه احاسن الكلم. الله الله على العنوان، الله على عنوان الكلام اصلا. تعرف احاسن الكلم؟ حلو الكلام، حلو الكلام. لطف كده. انا بيتهيالي ممكن يديكوا العمر والصحه رمضان اللي جاي نعمل فقرة أسبوعية زي كل رمضان كده إن شاء الله، نعملها كده عادة لا تنقطع بإذن الله عندكم على الإذاعة. والسنة دي عباقرة في دولة الإسلام مع رب السم، رمضان اللي جاي نسميها حاسن الكلام مع برضه. إن شاء الله ماشي مع السجع. يحيى بن معاذ بيقول لنا الثعالبي في كتابه حاسن الكلام إن كان في واحد جميل اسمه يحيى بن معاذ بيتكلم وبيكتب وبيقول القصة دي. بصوا القصة دي يا جماعة ونطلع بعديها الفاصل عشان نسأل السؤال. كسرى كسرى ما له بقى وبيوش كسرى وإيوان كسرى، هذا الرجل الايه المعروف في التاريخ، وهو ماشي كسرى وقف لقى فلاح بيغرز نخل، لا فلاح بيغرز نخل. الفلاح ده كان كبير في السن، يعني رجل طعن في السن، فالانتباه بتاع كسرى راح للفلاح. يعني ايه؟ استغربه، يعني الكسرى استغرب الفلاح ليه؟ طب ما هو فلاح وبيغرز نخل عادي يعني. لا، النخل معروف عنه انه بياخد وقت طويل لحد لما بيكبر وبيطلع بلح. ف وقف وراح له كسرى، راح متعجبا جدا الى هذا الشيخ الفلاح الطاعن في السن. قال له وهو بيتعجب كده منه، بيقول له ايها الشيخ، أتأمل يعني إن أنت تأكل من ثمر النخل ده وهو لا يحمل إلا بعد سنين؟ مش هيحمل لك حاجة إلا بعد سنين، مش هيطلع لك بلح أو تمر إلا بعد سنين، وأنت قد يعني فني عمرك، خلاص راجل كبير في السن. فماذا كان من رد الفلاح الجميل؟ قال له أيها الملك، غرسوا وأكلنا ونغرس ويأكلوا. غرسوا الناس اللي قبلينا واحنا اكلنا من البلح ده، الناس اللي قبلينا لما غرسوا ما كانوش بيغرسوا عشان ياكلوا من البلح ده بس، يعني غرسوا واكلنا، احنا بقى نغرس علشان اللي بعدينا ياكلوا. حته جمله حته جمله. ف كسرى اتعجب جدا من كلام الفلاح وقال له زه. زه كلمة فارسية على حسب القراءة اللي قرأتها بتقال عند الاستحسان، لما انا بقى بستحسن كلامك اقول لك زه او زه. فقال له زه، فقال له
الكلمة دي كانت الجايزة بتاعته، يعني كانت جايزة كسرى إلى الفلاح، فأعطي الفلاح 1000 دينار جايزة. فالفلاح أخذ الإيه؟ أخذ ال1000 دينار. العربي يقول لك إيه؟ كرم الكريم ولا يرد. كرم الكريم لا يرد، لو واحد كريم معاك ما تردش كرمه. فأخذها فقال له: أيها الملك. ده مين بقى الفلاح بيرد على كسرى بعد ما أخذ ال1000 دينار؟ قال له إيه؟ ما أعجل ما أثمر هذا النخل. النخلة دي، النخل اللي أنا بحطه ده عجيب. الفلاح بيقول لكسرى: جاب الثمرة بتاعته أسرع مما تتخيل. طبعا هو هنا كلمته رمزيا لإيه؟ للدنانير اللي هو أخذها مكافأة من كلامه. فإيه؟ كسرى عجبته قوي الجملة، فاستحسن كسرى ذلك وقال ذه أعطي 1000 دينار أخرى فأخذها. العربي يقول لك ايه؟ كرم الكريم ولا يرد. الفلاح رد على كسرى بعد ما اخذ ال1000 الثانيه من الدنانير وقال له: يا ايها الملك، واعجب كل شيء انها اثمرت في سنه مرتين. هو هنا قصده على ايه؟ على النخل. على النخل. لكن في حقيقه الامر هو لما قال له ان النخل اثمرت مرتين هو كان قصده على الدنانير. لكن هو بسبب ان هو بسبب ان الله ينور عليكي مرتين. غريب قوي، هو في نخل بيصفر مرتين في السنه؟ فاستحسن كسرى ذلك وقال له ايه؟ قال له ايه؟ قال له ذه. فاعطي 1000 دينار اخرى ثم انصرف كسرى وتركه. وانا كده ياخد ملك كسرى يعني. وانا اترككم مع الفاصل، وانتوا بتفكروا في القصه دي وبتفكروا في حكمتها اللي ذكرها لنا يحيى بن معاذ في احاسن الكلم، الكتاب اللي جمع فيه احاسن الكلم الجامع الرهيب الثعالبي. ونرجع بسؤال بعد الايه؟ بعد الفاصل يا هلا ان شاء الله. زي ما حضرتك ذكرت الحكايه بتاعت كسرى، يعني الناس تبدا تزرع، ما يمكن ربنا يرزقنا حتى لو ما فيش مثلا كسرى قدامنا الدنانير، ممكن ربنا يرزقنا في اتجاه اخر. يعني دي دعوه ان احنا نبدا نرجع تاني نقول ثلاثه عين يا جماعه: العلم والعمل والعقيده. رمضان يا استاذ بسام بثلاثة عين، وإن شاء الله يعني ثلاثة عين في عين العدو. كل المصريين يبدأوا بجد عقيدة وعلم وعمل للحفاظ على يعني هذا البلد الجميل، يعني البلد اللي بجد اللي بي بي بيحافظ فيه على تراثها. يعني لازم يترفع فوق الدماغ، ولازم نساعده بإن إحنا نشتغل إحنا كمان. نعم، أحسنت في الكلام. فاصل ونعود لحضرتك استاذ بسام ومع سؤال هذه الحلقه. ومره تانية بنفكر المستمعين والمستمعات، الجايزه عباره عن كتابين مقدمين من الاستاذ بسام الشماعي من مؤلفاته، وايضا عباره عن فتره مفتوحه مقدمه لكل سائل على الهواء مباشره هيقوم باعدادها وتقديمها بعد فتره بعد عيد الفطر المبارك ان شاء الله. وكان دوري معاه هيكون مجرد يعني حوار، لكن المستمع العزيز هيقوم بعرض الموضوع اللي هو بيهتم بيه بالكلام اللي هو عايز يقوله على الهواء بكل حريه. فاعتقد دي فرصه جميله، و يعني فاصل قصير ونعود مع حضراتكم وهنتلقى
الإجابات على تليفون رقم 2756 146.